كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية في لقاء أمام وسائل إعلام دولية عن تقديم السلطة الوطنية اقتراحا مضادا لخطة السلام الأمريكية التي باتت تعرف بصفقة القرن. الاقتراح تضمن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومنزوعة السلاح، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على الحدود في حال دعت الضرورة إلى ذلك على حد تعبيره. اتفاق السلام وصل إلى مفترق طرق جدي، فإسرائيل لا تريد الحفاظ على الوضع القائم بل تريد ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. بالنسبة إلينا، عملية السلام وصلت إلى لحظة فارقة. العالم كان ينتظر من ترامب الخروج بمبادرة، لكنه خرج بمقترح مرفوض حتى من قبل أطراف إسرائيلية.